عارف. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تانث ختم ووصف أصلي ووزن أفعل ممنوع تانث بتاء كأشهل وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فلدهم القيد لكونه وضع بالأصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينل المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر وزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلم وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعل بمنع كافل ولا اعتلال منه كالجوار رفعا وجرا أجره كساري ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق والعالم منع صرفه مركبا تركيب مزي النحو مع ذكربا كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا كذا مؤنث بهاء مطلقة وشرط منع العالي كونه ارتقى وقد ثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر وجاني في العديم تذكرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى وما يصير عالما من ذي ألف زيدت الإلحاقين فليس ينصرف والعالم منع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كذعل والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصا يعتبر وبني على الكسر فعالي عالما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصفا ما نكر من كل ما التعريف فيها أثر وما يكون منه منقصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي والاضطرار أو تناسب صريف المنع والمصروف قد يصل. الصرف قال الصرف تنوين والتنوين معنى يتصف به الاسم فيقال له متمكن أمكن والأسماء ثلاثة أنواع معرب منصرف فهو متمكن أمكن معرب غير منصرف متمكن مبني غير معرب مبني غير متمكن أصلا. الاسم يمنع من الصرف إذا أشبه الفعل. كيف يشبه الفعل؟ تكون فيه فرعيتان ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى. كل فعل فيه فرعيتان، فرعية لفظية وهي اشتقاقهما إلى المصدر، ضرب من الضرب، يقرأ من القراءة، وفرعية معنوية وهي حاجته الدائمة إلى ما يسند إليه ولا يكون المسند إليه إلا اسما. فإن وجد في الاسم فرعيتان ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى فقد أشبه الفعل يحمل عليه. الوصف 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 فرعية معنوية يمنع الاسم من الصرف إذا جمع الوصفية إحدى ثلاث فرعيات لفظية وهي وزن الفعل كأحمر أو زيادة ألف النون كسكران أو العدل كمثنى وثلاثة وأخرى وكتع وبصع وبتع. ويمنع العلم من الصرف والعلمية فرعية معنوية وتمنع الصرف إذا اجتمعت إليها إحدى ست علل الثلاث المتقدمة مثال العالمية وزن الفعل يزيد أحمد مثال العالمية وزيادة ألف النون عثمان وسلمان وعمران مثال العالمية مثال العالمية والعدل عمر وزفر وزحل وكتع وكتع لا وصف وزفر وعصم وهبل وهدل مجموعها في العربية 15 كلمة. وكذلك تمنع العالمية الصرفة إذا اجتمعت مع التركيب المزي كما عدي كريم وهي فرعية لفظية أو التأنيث كطلحة وسعاد أو العجمة كإسحاق ورستم وهرمز. جملة ما لا ينصرف 12 خمسة لا تنصرف في تعريف ولا في تنكير وسبعة لا تنصرف معرفة فإذا نكرت انصرفت. بدأ رحمه الله قال ألف التأنيث مطلقا أي مقصورة أو ممدودة أو
في وصف كجرحى أو في اسم كرضواء، في معرفة، في معرفة كذكرى، في معرفة في نكرة كذكرى، أو في معرفة أو في معرفة ك أو في معرفة كرضواء، معرفة رضواء جبل معروف، في مفرد، في مفرد كدعوى، أو في جمع كجرحى وقتلى. ألف التنين مقصورة أو ممدودة بجميع حالاتها تبلع الصرف وحدها. قالوا هذه علة، هذه علة تقوم مقام علتين. فقال بعضهم بل هي علتان، لأن فيها التأنيث ولزوم التأنيث. جالسة وقائمة فيها تأنيث، لكن ليس تأنيثا لازما، إن حذفت التاء رجعت مذكرة. لكن جرحى لزوم التأنيث، حبلى لا تقول حبلات، حبلى لزوم التأنيث لازم، وحمراء التأنيث لازم. أنا أقول فألف التأنيث مطلقا معنى الصرف الذي حواه حي كيف طاق. قالوا هذه علة تقوم مقام علتين، ومثلها صيغة منتهى الجموع كمفاعل ومفاعل. قالوا علة تقوم مقام علتين، وقال بعضهم بل هما علتان، لأن فيها الجمع ولزوم الجمع، فيها الجمع وتكرار الجمع. واضح؟ واضح هذا؟ وزائدا فعلانا، زائدا فعلانا، وهما الألف والنون في وصف يرى، في وصف، في وصف منع من أن يرى، في وصف سليم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. مثال ذلك حيران وعطشان وريان وغضبان، لا بد أن يكون على وزن فعلان، ولم يقل فعلان، فعلان منصرف كخمصان وعريان، أما فعلان وصفا في اللغة العربية فلا يوجد. يشترط كذلك أن يكون مؤنث على وزن فعل كعطشان وعطشا وغضبان وغضبا، فإن كان مؤنثه بالتاء انصرف. تقول رجل 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 سيفان أي طويل، ينصرف لأن مؤنثه سيفانة، سيفانة. رجل مصان لئيم، منصرف لأن مؤنثه مصانة. جمعها بعضهم فعلان، فعلان الذي يؤنث بالتاء جمعه بعضهم. قال ابن مالك قال اجز فعلان فعلانا اذا استثنيت حبلانا ودخنانا وسخنانا وسيفانا وصحيانا وصوجانا وعلانا وقشوانا ومصانا وموتانا وندمانا واتبعهن نصرانا وزد بهن خمصانا على لغه واريانا. هذه كلها مصروفه لان مؤنثاتها بالتاء. أنا أقول وزائد فاعل في وصف سليم من أن يرى بتاء تانيث ختم، هذا نوعان. وقال بعضهم، قال بعضهم يشبه ألف التأنيث الممدودة، سكران يشبه حمراء، كل منهما فيه ألف، وكل من وأحدهما مكتوب بالهمزة والثاني بالنون، ولكل منهما معنى في المضارع. الهمزة تكون أول المضارع دلالة على التكلم، والنون تكون في أول المضارع دلالة على 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 التكلم. واضح؟ هذا قالوا فهو مثله. ثم إنه ملازم للتذكير، كما أن تلك ملازمة للتأنيث، عطشان لا تقول عطشانة، فإن كان يؤنث بالتاء انصرف. واضح؟ أنا أقول وزائدا فعلانا في وصف سليم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. قال رحمه الله ووصف أصلي ووزن أفعال ممنوعة تانيث بتاك أشهر. كذلك يمنع، يمنع الاسم من الصرف إذا اجتمعت فيه الوصفية ووزن فعل، بين يكون على وزن أفعل، أفعل بالذات، وأن تكون أن يكون مؤنثه فعلاء، فإن كان مؤنثه أفعالة انصرف. مثال ذلك، مثال ذلك حمراء، مثال ذلك أحمر، أحمر مؤنثه حمراء، وأصفر مؤنثه صفراء. فإما أن يكون لا مؤنث له أصلا كأكمر، لا مؤنث له أكمر، وآدر لا مؤنث له، أو أن يكون مؤنثه بالتاء، إذا كان بالتاء انصرف. مثال ذلك نقول أرمل، مررت برجل أرمل ينصرف لأن مؤنثه أرملة. أنا أقول ووصف أصلي
ووزن أفعل ممنوع تانث بتاك أشهل. واضح؟ وصف أصلي صلح بمفهومه، قال والغينا عارض الوصفية كأربعين وعارض الاسمية. الغينا عارض الوصفية تقول مررت برجل أرنب، إعراب أرنب نعت صفة لكن ليس صفة أصلية، أرنب أي ذليل، أرنب في الأصل اسم. وتقول مررت بنسوة أربعين تصفه لأنه وإن كان وقع نعتا لكنه اسم عدد، هذه وصفية عارضة. واضح؟ والغينا عارض الوصفية كأربعين وعارض الاسمية. فالأدهم القيد، الأدهم صار اسما لكن الوصف كان وصف. الأدهم القيد الذي يقيد به السارق ونحوه، فتقول فيه تقول هذا أدهم ورأيت أدهم، لأنه وإن كان اسما في الحال لكنه في الأصل وصف. فالأدهم القيد لكونه في الأصل وصفا نصره من هذه اسمية عارضة ووصف. وتقول مرات برجل صفوان أي قاسم وصف لكنه عارض صفوان الحجر. واضح؟ قال فلدهم وأجدل، أجدل طائر قوي، وأخيل طائر فيه نقاط خيلان، وأفعى الحية المعروفة. هذه انسلقت عن الوصفية صارت أسماء كلها قد تكون كلها مصروفة، ومع ذلك قد يمنعونها من الصرف لأنهم يلاحظون في الأجدل الجدل وهو القوة، وفي الأخيل الخيلان ويوصف، والأفعى يلاحظون في الخبث والمكر وصف فيمنعونها من الصرف. وقال كأن العقيليين يوم لقيتهم فراخ القطا لاقينا أجدل بازيا، منع من الصرف. قال آخر ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي فما طائري يوما عليك بأخيلا، منع من الصرف. نقول وأجدل وأخيل وأفعى صارت أسماء مصروفة ولكنها قد ينال المنع.